السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده هنتكلم مع بعض عن الاسبوع الثاني لشهر فبراير لمواليد برج العقرب. الاسبوع الثاني لمواليد برج العقرب من شهر فبراير. يلا مواليد برج العقرب احضروا واسمعونا. بسم الله. حزين يا عقرب، حزين يا عقرب، عقرب انت حصلت عندك مشاكل، حصلت عندك غدر، تخنت، اتوجعت. حاول ان انت تهدى، حاول ان انت تغير في الوضع وتغير في التفكير. حاول ان انت تجدد في حياتك العملية، في حياتك النفسية، في حياتك الصحية. خلي بالك يا مواليد برج العقرب، اول حاجة عندك مؤامرة في حياتك، عندك انت في وضع محيرك، في وضع مخليك في توتر، بيخليك في خوف، مخليك انت مش عارف تختار القرار الصح، مش عارف توصل لهدفك صح. عندك حيرة، عندك خوف، محتار. عقرب انت عندك في حد بيوقع بينك وما بين الشريك، حد عندك بيوقع بينك وما بين العائلة، حد عايز ياخد مكانك في الحياة، مكانك في الدنيا، مكانك في عملك، حد بيحاول يأذيك بطريقته. هو انت مواليد برج العقرب، اول ما بتوصل الى مكانك اللي انت عايزه واللي انت بتوصل عليه، بتلاقي حاجة تهجمك، حاجة توقعك مطرح ما كنت. اهدى، حاول ان انت تتمتع بالجو صح. اول حاجة، فتاة الديناري وفتاة السباتي. فتاة الديناري هي امرأة جميلة وامرأة قوية وجدعة، امرأة جميلة، امرأة روحانيتها عالية، امرأة بتحب الحياة بشكل عام، امرأة صديقة الصدوقة، امرأة مقربة من الحياة. اما امرأة السباتي هي امرأة قوية بس مهمومة، امرأة قوية ومهمومة وشايلة كتير في حياتها، شايلة كتير في وجعها، في خوفها، في توترها، شايلة كتير جدا في حياتها. مواليد برج العقرب، امرأة قوية. عندك كشف حقيقة يا مواليد برج العقرب، عندك خيط في حياتك، عندك شمعة هتنور. الشمعة دي انت هتمسكها وانت اللي هتطفيها، وكمان هتوصل الى هدفك كويس. تسعة الديناري، تسعة الديناري دي هنقول حب حقيقي، تسعة الديناري حب حقيقي، عندك حب حقيقي في حياتك ان شاء الله بإذن الله يا مواليد برج العقرب. احذر من اشخاص كلهم اعداء بيفحروا لك حفرة عشان يوقعوك. ولد الديناري، ولد الديناري ده هنقول عندك حيرة في امرين، بس وضعك هيتحسن وهيكون كويس. عندك خبر حلو، عندك مستني توقيع ورقة، عندك استقرار وتغيير. ولد الكوبة، ولد الكوبة ده شايب الكوبة، راجل وسيم، طيب، حسن المظهر، عريس، عريس، عقد عمل جديد، لقاء حلو، راجل طيب، حسن المظهر، بس خلي بالك من الحفرة، خلي بالك من الحفرة. سبعة الكوبة، سبعة الكوبة حب من ربك، انت ربنا بيحبك يا عقرب، ربنا بيحاول ان هو يسعدك وبيحاول يغير طريقك للأحسن. ستة البستوني، ستة البستوني دي حاجة او لقاء مع شخص مزعج، لقاء مع شخص انت ما بتحبوش، رحلة بعيدة، طريق هيتفتح في حياتك ان شاء الله بإذن الله. خلي بالك يا عقرب، عندك دخول محكمة قريب ان شاء الله بإذن الله،
عندك دخول محكمة بقرار مهم، بوضع تغيير، ممكن كمان يكون بلقاء حلم. سبعة السباتي دي هنقول ورقة بشكل عام، ورقة مفيدة، هتلاقي فيها مال، تغيير حلو، محكمة، عدالة، ورقة الثقة والاحترام، الحب المتبادل، محكمة في عدالة إن شاء الله بإذن الله. أو عندك توقيع سفر خارج إن شاء الله بإذن الله. ستة السباتي هنقول هي موضوع مهم، موضوع فيه اجتماع حلو، موضوع فيه حاجة كويسة، بس احذر من التفكير اللي ملهوش لازمة، تفكير على الفاضي، احذر من نصيحة مزيفة، ابعد عن النصيحة المزيفة، حد بيحاول ينصحك بطريقته الخاطئة. ولد البستوني حدوث الأحداث الغير مهمة، الأنانية، الخداع، شخص غير حكيم، شخص بيحاول ان هو يحكم بس بيحكم خطأ، حاول يحكم بس بيحكم خطأ. العقرب، انا عايزاك الاسبوع ده حاول ان انت تهدى، حاول ان انت تسعى لطريق الصح، حاول ان انت تغير كل افكارك، ان انت تسعى الى طريق النجاح وطريق الحب والتفاؤل. طاقتك حلوة ان شاء الله باذن الله، هيكون طاقة جميلة، طاقة فيها نجاح، طاقة ان شاء الله باذن الله هتخليك تغير كل طرق اللي هي ممكن تزعجك وممكن تضايقك. طاقة ان شاء الله باذن الله هتغير من تفكيرك وهتغير من عملك ومن حياتك ان شاء الله باذن الله. تعال نختار ونشوف ورقتك بتقول ايه يا مواليد برج العقرب. تمانية البستوني ان شاء الله باذن الله هتكون حياة جميلة، حياة حلوة ان شاء الله باذن الله، اخبار في طريقك، طاقة حلوة، نجاح، هتقعد وهنقول ان انت شمس منورة او شمسة هتنور في حياتك ان شاء الله باذن الله. تحياتي ليك يا مواليد برج العقرب، الاسبوع ده هيكون عندك اخبار حلوة، عندك رحلة، عندك اخبار، عندك انتظار لمولود جديد في الحياة، بس ارموا كل حاجة ورا ظهركم، ابدأوا من جديد، ارموا الماضي، قدامك حياة جميلة تبارك ربنا، عندك ايام حلوة، عندك ارتباط، فرحة، زواج، خير، رزق ان شاء الله باذن الله. اتفائل خير، تفائلوا بالخير تجدوه يا مواليد برج العقرب، ان شاء الله باذن الله هيكون عندك اخبار حلوة، بس خلي بالك من العين القوية اللي صايبة حياتك يا مواليد برج العقرب.